يعني كل اللي عليك لو انت عايز تكون مجاب الدعوة انك تحقق شروط الشرع اللي ربنا حددها لنا، زي مثلا انك تتحرى الحلال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر الرجل يطول السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ خلي بالك بقى وتخلص وابعد عن موانع استجابة الدعاء. طيب خلاص تحرينا الحلال وتحريناه في أكلنا وشربنا ولبسنا، مطلوب منك حاجة كمان: ود المظالم لأهلها. لو حد له حق عندك رجعه له، حد زعلته وكسرت بخاطره صالحه ورضيه لحد ما يسامحك، حد مقطعه وهكلمه، وخاصة لو كان حد من قرايبك، فإياكم وقطع الرحم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة قاطع، ويقصد بها قاطع رحم. الحمد لله كده تحرينا الحلال وردنا المظالم لأهلها ووصلنا الرحم. ركز بقى في دعائك واطلب كل اللي انت عايزه، بس يكون الدعاء بالخير، دعوة ما يكونش فيها أذى لحد، وطبعا الدعوة ما يكونش فيها خرق لقوانين الطبيعة. بعد كده ادعي براحتك وألح في الدعاء، كرر الدعاء مرة واثنين وثلاثة. فقد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام استحباب تكرار الدعاء. فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان النبي إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. خليك لحوح في الدعاء وما تملش بسرعة، لح في الدعاء، لح لحد ما يبقى صوتك معروف في السماء. وخلي بالك إحنا بندعي بيقين الإجابة، يعني مش على سبيل التجربة، يعني ما تقولش أنا هدعي لما أشوف ربنا هيستجيب لي ولا لأ، ادعي بيقين وخليك واثق في عطاء الله. المستحيل بالنسبة لك هين على الله. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ادعي ربنا وانت موقن بالإجابة، فكم من بلاء رد بسبب الدعاء، وكم من مصيبة كشفها الله بالدعاء، وكم من ذنب ومعصية غفرها الله بالدعاء، وكم من نعمة استجلبت بسبب الدعاء. فالدعاء عز ونصر وتمكين ورفع درجات في الدنيا والآخرة. وإن هزمتك الدنيا بالهموم اغلبها أنت بالدعاء. ادعي وانت موقن بالإجابة، وانا اضمن لك إن دعائك لوحده، يعني قبل حتى ما تتحقق الإجابة، هيريح قلبك ويطرد اليأس من نفسك. ده كفاية بس إحساس إنك بتكلم ربنا عز وجل، والله هتلاقي ده له أثر لحظي على قلبك ونفسك. هتلاقي راحة وسكينة وطمأنينة مالية روحك. كفاية إنك تحس إن اللي بيدبر لك أمورك دلوقتي هو أرحم الراحمين. يقول ابن القيم رحمه الله: لو علم العبد كيف يدبر الله له أموره لعلم يقينا أن الله أرحم به من أمه وأبيه، ولذاب قلبه محبة لله.